مناظر لا يود أحد أن يراها، تأثر على الأحياء والتشويه البصري، مضر التشويه البصري. إذا وصلنا لهذه النتيجة، رميها بهذه الطريقة، كأننا وصلنا إلى طريقة أن لا علاج لها. نقف اليوم أمام أحد الساحات التي يوجد فيها بقايا للأنقاض ومخلفات البناء التي أصبحت تشكل ظاهرة للتشوه البصري. المفروض أنه يكون موجود حاويات لأي بيت يبدأ بالعملية ترميم أو عملية رمي النفايات أو الأنقاض، هذه أنها تكون مضرة في الشوارع، يعني تسبب المضايقة في المواقف، مضايقة في تجمعاتها، تسبب أمور كثيرة للأحياء. يرمونها في أماكن غير مخصصة لها، يتركونها أمام المباني بعد النهاية من الإنشاء، وهذا تشويه بصري وخطر على العامة. مخلفات بناء تحوي على مواد كيميائية، على أصباغ، على حديد، قطع حديد حادة، على أشياء مضرة. أحب أناشد المسؤولين يهتموا بالأشياء هذه ويراقبوا العمالة وين يرمون المخلفات هذه أو إزالتها بعد الانتهاء من أي ترميم أو أي بناء، إزالتها. أثر المخلفات المواد البناء أولا بالتشوه البصري، تدخل يعني من ضمن جودة الحياة وتشوه بصري داخل الأحياء والمناطق السكنية، وكذلك الطريقة التخلص منها بالطريقة العشوائية يسبب تراكمها بشكل مزعج. فهذه المخلفات فبالإمكان الواحد أو إمكان الجهات إعادة تدويرها والاستفادة منها. الاستفادة منها بعدة نواحي، يعني مثلا لما أنا أفرز من المصدر فهنا أنا وفرت على نفسي الجهد والتعب، لكن إذا أنا بس أحاول أن أتخلص منها سنويا بهذه الطريقة بيكون مكلف على الدولة ومكلف على كذلك على البلديات، ولا بد أن من حلول أن تنظيم بعمل فرز النفايات من المصدر. إذا وصلنا لهذه النتيجة، رميها بهذه الطريقة كأننا وصلنا إلى طريقة أن لا علاج لها، فبالإمكان أني أستفيد منها من المصدر، فأخذ هذه المخلفات وفرزها واستفادة منها على حسب المواد اللي فيها. طبعا مثل ما ذكرت بعض الجهات أن نسبة كبيرة من هذه المخلفات أنها قابلة للاستخدام أكثر من 50%، فبالإمكان أني أستفيد منها وأحافظ على البيئة بشكل عام، يعني محافظة على الصحراء والصخور والجبال باستخدام هذه المواد أكتفي فيها.